أولا بحب أقول لكل المشاهدين أنه طلع أكثر من 9 مقابلات لـ9 أشخاص من المعارضة السورية قالوا نحن الصين مضمونة لن يكون هناك فيتو صيني، التقينا بالصينيين. نائب وزير الخارجية الصينية قال لي لم نلتقي قبل هذا الاجتماع بأي طرف، لا من المعارضة ولا من السلطة، وبالتالي كلهم يكذبون على الناس للأسف، مضطر أقول هذا.